وسط أجواء من الاحتفالات والبهجة في شوارع أسيوط، أدى آلاف المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك في 153 ساحة صلاة تم تحديدها، بالإضافة لأكثر من 4000 مسجد في المحافظة، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين. حياة كريمة دايما بنكون موجودين وسط أهالينا في كل المناسبات السارة وكل المناسبات السعيدة. النهاردة موجودين منسقين ومتطوعين حياة كريمة في أسيوط، بنقدم التهنئة أهالينا في أسيوط على حلول عيد الأضحى المبارك. بنقدم مجموعة من الهدايا البسيطة، الحلويات، البالونات، الحاجات البسيطة خالص للأطفال. بنقول كل سنة طيبين لأهالينا في محافظة أسيوط. المؤسسة بتوزع على الأطفال بعض الهدايا علشان نشارك أهالينا الفرحة، كعادة مؤسسة حياة كريمة بتقديم التهنئة لأهالينا في كل المناسبات المختلفة. كل سنة وانتم طيبين والشعب المصري بخير. وعلت أصوات التكبيرات في الساحات والمساجد التي امتلأت عن آخرها بالمصلين الذين خرجوا برفقة عائلاتهم وأصدقائهم للاحتفال بالعيد. وشهدت الساحات والمساجد في أسيوط أداء الصلاة بحضور آلاف المصلين الذين اصطحبوا أطفالهم وسط أجواء احتفالية سادها الأمن والأمان، وتم فيها توزيع الهدايا والبالونات والحلوى على الأطفال بعد انتهاء الصلاة من قبل متطوعي مؤسسة حياة كريمة. مبسوطة جدا بأجواء العيد، وإحنا جايين من بدري قوي ووزعنا حاجات على الأطفال، هدايا الأطفال كانوا مبسوطين جدا وتصورنا معاهم. إحنا هنا متواجدين من ساحة مسجد ناصر بمحافظة أسيوط ميدان المنفذ. إحنا بنشارك أهالينا فرحة العيد وبنقدم لهم هدايا بسيطة من خلال مؤسسة حياة كريمة. النهاردة جاي أشارك مع حياة كريمة، أفرح وأفرح الأولاد، ووزعنا حاجات حلوة كتير بعد صلاة العيد، شاركنا معهم وجبنا حاجات حلوة، وإحنا بننزل معاهم وبنفرح زيهم أكثر. جايين نهني أخواتنا وعيد سعيد علينا بعيد الأضحى المبارك. بنقدم للأطفال بالونات وهدايا حلوة كتيرة، وطبعا شايفين الفرحة في عيون الأطفال، ودي حاجة كويسة قوي. ومن ساعة ما دخلنا في حياة مصر حياة كريمة دايما بتحاول تفرح أولادها وتفرح أجيالها. وتبادل المصلون التهنئة والتقاط الصور التذكارية مع الأهل والأصدقاء تعبيرا عن فرحتهم بالعيد.